بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 8411. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الفصل 27 في فضل الاستغفار وبيان بعض فوائده. قال الله تعالى: فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال عز وجل: واستغفروا الله إن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام: والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم. لأن الله عز وجل يحب أن يغفر لعباده، يحب أن يغفر لعباده جل وعلا، وأن يتفضل عليهم، وأن يرحمهم، وأن يغفر ذنوبهم، لأنه الكريم الجواد جل وعلا. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار دائما وأبدا. ولذلك يقول لقمان لابنه: يا بني عود لسانك الاستغفار، فمن اعتاد الاستغفار سهل عليه وذهبت ذنوبه وخطاياه وآثامه. ومع الأسف أن كثيرا من المسلمين هداهم الله من يوم أن يصبح إلى أن ينام ولسان يشتغل بالغيبة والنميمة والشتم والسب والإيذاء والسخرية والاستهزاء بإخوانه المسلمين. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا أخي، أشغل لسانك بذكر مولاك، الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله، يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. فبدل أن تتكلم في عرض أخيك المسلم وتحمل نفسك الضعيفة المسكينة الذنوب والأوزار، عليك أن تكف عن أعراض المسلمين، وأن تشغل لسانك قبل أن ييبس بما يكون زادا لك نافعا لك يوم أن تنزل قبرك وحدك فريدا، لا أم ولا أب ولا أخ ولا ولد ولا رفيق ولا صديق، ليس معك إلا عملك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود والترمذي والحاكم. وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم. والفرار من الزحف كبيرة من أعظم الكبائر، ومع ذلك إذا قال أستغفر الله الحي القيوم الذي لا إله إلا هو، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف،
وفي الحديث الآخر غفر الذنوب وإن كانت مثل زبد البحر، وفي الحديث الآخر وإن كانت عدد رمل عالج. إن هذا لفضل عظيم، ينبغي لنا أن نكثر من الاستغفار. وقد مدح الله جل وعلا المستغفرين ولا سيما في وقت السحر، كما قال جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار، وقال جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. وورد أن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، إلى أن يطلع الفجر. كل ليلة ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. متفق عليه. يتأول قوله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يكثر أن يقول سبحان الله وبحمده. هذه الكلمة العظيمة كثير من المسلمين قد أعرض عنها، وسوف يندم يوم لا ينفع الندم، سوف يندم إذا زلت به القدم، سوف يندم إذا ردم عليه في قبر باللبنات. هذه الثروة العظيمة والتجارة الرابحة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثقيلتان كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فمن قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة أو شجرة في الجنة، ومن قال سبحان الله العظيم بني له برج في الجنة، يعني قصرا عظيما مشيدا. يقول عبيد بن عمير رحمة الله تعالى عليه: تسبيحة بحمد الله في صحيفة مؤمن خير له من جبال الدنيا تجري معه ذهبا. لماذا؟ لأن التسبيحة إذا قبلت كان ثوابها دائما وأبدا، أما الدنيا وجبالها وذهبها وفضتها وزينتها وبهجتها وأموالها وأشجارها فإنها ستذهب وتفنى، ولا يبقى إلا الواحد القهار جل وعلا. وورد أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك آنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أدلكم على دائكم ودوائكم، أنا إن داءكم الذنوب ودواءكم الاستغفار. رواه البيهقي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على دائكم ودوائكم؟
أما داؤكم فهو الذنوب، فهي الداء العضال، هي المرض في الحقيقة. وأما دواؤكم فالاستغفار، فهذا الدواء لا يوجد في المستشفيات ولا في الصيدليات ولا في المصحات ولا في الدول الراقية، وإنما يوجد بقولك أستغفر الله، اللهم اغفر لي. هذا علاج الذنوب، هذا دواء الذنوب، هذا مذهب الذنوب. فالاستغفار يعني طلب المغفرة من الله بأن يزيل ذنوبك ويمحوها ويعفو عنها جل وعلا. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفة استغفار كثير. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي. وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. رواه البيهقي بإسناد لا بأس به. من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة، يوم أن تقسم الكتب والصحائف، فليكثر فيها من الاستغفار. إن أردت يا أخي وفقك الله أن تفرح بصحيفتك وأن تسر بها يوم أن تقسم الصحائف بالأيمان والشمائل، فأكثر فيها من الاستغفار الذي لا يطلب منك مالا ولا نفقة. استغفر الله دائما وأبدا. وروي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للقلوب صدى كصدى النحاس، وجلاه الاستغفار. رواه البيهقي. القلوب تصدى كما يصدى الحديد والنحاس، وجلاء ذلك الاستغفار وذكر الله جل وعلا. فكما أن الحديد والنحاس يصدآن، وجلاؤهما المواد التي يعرفها الحدادون والصانعون، يزيلون هذا القذى والأذى بهذه الأشياء، فإن جلاء القلوب المصدية بالذنوب والمعاصي والجرائم والخطايا هو الاستغفار. ولذلك يقول جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالقلوب إذا رانت عليها الذنوب والمعاصي أصبحت معتمة مظلمة، لا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، حتى تزال هذه الظلمة وهذه العتمة بذكر الله واستغفاره جل وعلا. فعلينا أيها الإخوان بطاعة الله وكثرة استغفاره جل وعلا. وقال علي رضي الله عنه: تأطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. فإن الذنوب لها روائح، روائح معنوية وقد تكون حسية، لكن الذي يذهب هذه الروائح الكرية هو الاستغفار. فإن الاستغفار أطيب وأفضل من الأطياب الحسية التي يشتريها الناس بأغلى الأموال والأثمان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم.
فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. عباد الله، لازم الاستغفار إن أردتم أن تحصل لكم الخيرات والبركات وتندفع عنكم المكاره والعقوبات، فإن الاستغفار يمنع عذاب الله. يقول ربنا جل وعلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار إذا خرج من قلب صادق عن يقين وإيمان وإخلاص منع العذاب وأزال العذاب بإذن الله جل وعلا. لازم الاستغفار إن أردتم نزول الأمطار وإنبات النبات وكثرة الأولاد. لازم الاستغفار إن أردتم أن يجعل لكم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ويرزقكم من حيث لا تحتسبون، كما ورد في الحديث: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال مقاتل رحمه الله: لما كذبوا نوحا زمانا طويلا حبس الله عنهم المطر وأقم أرحام نسائهم 40 سنة فهلكت مواشيهم وزروعهم، فصاروا إلى نوح عليه السلام فقال: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي لم يزل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيبا في الإيمان: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قال قتادة رحمه الله: علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم أحرصوا على الدنيا فقال: هلموا إلى طاعة الله فإن في طاعة الله درك الدنيا والآخرة. بطاعة الله تحصل الدنيا والآخرة، بطاعة الله تحصل الخيرات في الدنيا وفي الآخرة. يقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، يعني نختبرهم فيه. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. فطاعة الله سبب للخيرات في الدنيا والآخرة، ومن أعظم طاعات الله الصلاة، فإن الصلاة سبب للخيرات. يقول جل وعلا: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ويقول جل وعلا: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، هي تصلي ورزقها يأتيها. قال: يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ومعروف أن الصلاة زيادة في الرزق، ومع الأسف أن الذين الآن وقت الصلاة يشتغلون والمسلمون في مساجدهم وهم يشتغلون يقولون: نطلب الرزق، نخشى أن نصلي
وتتعطل أعمالنا. لا يا أخي، الصلاة سبب للرزق وكثرته، فإذا أطعت الله رزقك من حيث لا تحتسب. قال قتادة: وقال ابن صبيح: شكى رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله، يعني جدوبة الأرض قلة المطر. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك، فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وعلى هذا فقد ذكر لي رجل من الثقات أن فيه رجلا بلغ 60 سنة لم يولد له، عقيم، فذهب إلى بعض إخوانه الصالحين الناصحين وشكى إليه حاله، وقال: يا أخي، بلغت من العمر 60 سنة ولم يهب الله لي ولد يكون خليفة لي بعد أن أموت يستغفر لي ويدعو لي، وقد عالجت بأنواع العلاجات فلم أستفد منها شيئا، فبماذا تأمرني أيها الأخ جزاك الله خيرا؟ فقال له الناصح، أخوه الناصح: يا أخي، عندي لك علاج لا يحتاج إلى سفر إلى الخارج ولا إلى نقود ولا إلى تعب، وهو إن شاء الله مضمون 100%، لأن الذي وصفه رب العالمين جل وعلا فهو ناجح 100%. قال: ما هو جزاك الله خيرا؟ قال: أريد منك أن تلازم الاستغفار عن يقين وإخلاص وصدق 100%. ففرح هذا الرجل ولازم الاستغفار عن عقيدة وصدق 100%، فلما مضى عليه 1 سنة حملت زوجته بإذن الله. ولما مر عليها 9 أشهر أتت بولد يشبه أباه، حتى لا يقال من أين هذا الولد والأب عقيم، فربنا جل وعلا جعله يشبه أباه حتى لا يقال من أين. هذه القصة ذكرتها في بعض المجالس، ولما أخذت 3 سنوات جاء أحد أئمة المساجد الموجودين في بريدة يقول: إن فلانا يدعو لك ويقول جزاه الله خيرا، فقد فعلت بما سمعت منه فوهب الله لي ولدا، وكان عقيما هذا الرجل الآخر. والدليل قول ربنا جل وعلا في سورة نوح عن نوح، حيث كان يعظ قومه وينصح قومه، يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين. هذا الشاهد وبنين. وأما الحديث الذي يدل على ذلك فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. فاذكروا هذه الحكاية أيها الإخوان لمن قد أصيب بالعقم، ودلوه عليها جزاكم الله خير،
لكن يقولها عن إيمان ويقين وصدق، هو وزوجته أيضا، حتى الزوجة تقول مثل ما يقول زوجها. فإن شاء الله فربنا لا يخيب الرجاء جل وعلا. وفي الحديث من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. شعر: أسأت ولم أحسن وجئتك هاربا وأنا لعبد عن مواريه مارب يؤمر غفرانا فإن خاب ظنه يؤمر غفرانا فإن خاب ظنه فما أحد منه على الأرض أخيب. فيا عباد الله إن أردتم رضا الرحمن ودخول الجنة والنجاة من النار فلازم الاستغفار واجر الأغاني والمعازف والمزمار. لكن نشكو إلى الله أن هذه المعازف والأغاني والمزامير صرفت كثيرا من المسلمين رجالا ونساء وشبابا، ألهتهم وشغلتهم عما خلقوا له، ألهتهم عن طاعة الرحمن جل وعلا، ألهتهم عن قراءة القرآن، ألهتهم عن الأذكار. فينبغي أن نبعد هذه الآلات عن بيوتنا ومجتمعاتنا ونعود إلى ربنا جل وعلا ونتدبر كتابه ونكثر من ذكر سبحانه وتعالى. وجالس الصالحين والأخيار وابتعدوا عن مجالسة الفسقة والأشرار. جالس الصالحين والأخيار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فمصاحبة الصالحين والأخيار سبب في الخير وفي رضا الله عز وجل. وابتعدوا عن مجالسة الفسقة والأشرار الذين لا خير فيهم، يثبطون عن طاعة الله ويحببون المعاصي والذنوب. فإن محبة أهل الخير ومجالستهم والدنو منهم سبب لكل خير. فهذا كلب، كلب نجس معروف في جراثيم، لكن لما تبع الصالحين وأهل الخير الذين فروا بدينهم ذكر ربنا هذا الكلب في كتابه الكريم 4 مرات. لماذا؟ لأنه جالس الصالحين وصاحبهم. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم. وفي موضع آخر يقول جل وعلا: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وحصل قصة منذ 60 سنة تقريبا، مات أحد العلماء الزهاد الورعين، فلما مات كان في ذلك اليوم قد اشترى رجلان لحمة من جزار واحد، كل واحد منهما أخذ نصفها. أحدهما جعل اللحم تحت ثيابه وذهب إلى بيته، الثاني وضع تحت ثيابه وإذا بجنازة قد مرت ومعها خلق كثير، فذهب ليصلي عليها في المسجد ثم يذهب إلى بيته. فلما صلى رأى كثرة الخلق والخشوع والبكاء، فسأل: من وهذا العالم؟ قالوا: فلان الشيخ عبد الله بن فدى قدس الله روحه. فقال: إن شاء الله سأذهب معه أيضا لأحصل على قراط آخر من الأجر، لأن ورد في الحديث الصحيح: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبع حتى تدفن فله قراط آخر. سئل الرسول عليه الصلاة والسلام عن القراط، قال: أصغرهما مثل جبل أحد، أو كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. ذهب هذا الرجل إلى المقبرة ومعه لحمته، فلما فرغ من دفنها أتى إلى أهله وقال: عندنا هذه الليلة ضيف، اطبخي هذه اللحمة لأن عندنا ضيف.
بعد المغرب، ولما جاء المغرب وجاء الضيف وقال لزوجتي أحضر الطعام، ذهبت وإذا باللحمة باردة والنيران تشتعل تحتها من الظهر حتى المغرب وهي باردة وحمراء. فجاء الرجل وغضب وقال لزوجتي لماذا هداك الله، لماذا تتأخرين في طبخها؟ فقالت والله لقد طبختها من آن قلت لي حتى الآن. فجعل الرجل يجعل تحتها حطبا ليسرع طبخها ولا يزيدها إلا برودة. فذهب إلى الضيف وأخبره فقال يا أخي هذه موعظة، أعطني الموجود من الطعام. فلما خرج الضيف ذهب إلى رفيق الذي اشتريا جميعا اللحمة وسأله عن لحمتي، قال لحمتي أكلتها وليس فيها شيء. فعرف أن المسألة غير طبيعية، فذهب إلى بعض العلماء وأخبره بالقصة، فبكى هذا العالم وقال يا أخي هذه لحمة تبعت وليا من أولياء الله أو عالما من علماء المسلمين فحرمت على النار، فلو طبختها إلى يوم القيامة لا تضرها النار، وإن شاء الله جميع الذين تبعوا جنازته إن شاء الله قد غفر الله لهم. هذه حصلت سنة 1337 من الهجرة، وهذه من بعض كرامات الأولياء، والله على كل شيء قدير، وكرامات أولياء الرحمن باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فيا عجبا ممن أرضى عن ذكر الموت واشتغل بالمعازف والمزامير والألحان وهجر السنة والقرآن وآذى الملائكة الكرام وأسخط الرحمن وأرضى الشيطان وتسبب في إفساد النساء والصبيان وحمل نفسه الضعيفة الذنوب والعصيان ونسي ما أمامه من الشدائد التي لا تخطر على الأذهان. فأول ذلك الموت وسكراته وكرباته وحسراته وزفراته وأوجاعه وغصصه التي تجل عن الوصف والحسبان، ثم بعد ذلك القبر ووحشته وظلمته وغربته وضيقه وضغطته وحياته وعقاربه والملكان. لا يتفكر الإنسان ثم يعصي الله بهذا، لكن ننسى هذا. ثم بعد ذلك البعث والنشور والميزان، ثم بعد ذلك نشر الصحائف على رؤوس الخلائق سعد فلان وشقي فلان، ثم بعد ذلك الورود على النيران. فيا لا من أفزاع وأهوال يشيب لها الولدان. اللهم دمر الكفار والمشركين، اللهم دمر الكفار والمشركين والزنادقة الملحدين والظلمة المعتدين يا رب العالمين. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه وشتت شمله وفرق كلمته واقطع دابره. اللهم فرق أنصاره وخرب داره ودياره يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا يا رب العالمين. اللهم أصلح إمام المسلمين وارزق الجلساء الصالحين الناصحين يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما يجيب المضطر، والمضطر هو الذي أصابه الاضطرار والضرورة واشتدت به البلايا والأزمات والكربات والأرزاء، من الذي يجيب المضطر؟ لا أحد يجيب سوى الله عز وجل. ف
فهو الذي يكشف ضر المضرورين ويزيل شدتهم وحده لا شريك له، وهذا من دلائل ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى. وذكر محمد ابن إسحاق عن عكرمة بن أبي جهل أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ذهب فارا منها، فلما ركب في البحر ليذهب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينة، فقال أهلها يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو. فقال عكرمة والله لئن كان لا ينجي في البحر غيره فإنه لا ينجي في البر أيضا غيره. اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فكان كذلك فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. عكرمة ابن أبي جهل لما خرج من مكة فارا من الرسول عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الحبشة ركب في سفينة فاضطربت بهم السفينة وصارت تموج في البحر كالريشة وعظمت الأمواج واضطربت الأمواج، فقال أهلها أهل السفينة يا قوم أخلصوا لربكم الدعاء فإنه لا ينجيها هنا إلا هو. فقال عكرمة والله إن كان لا ينجي في البحر غيره فوالله لا ينجي في البر إلا هو. اللهم لك علي عهد لئن خرجت لأذهبن فلأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فخرج من البحر سالما، ثم ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه وقتل شهيدا. فالمشركون إذا ركبوا في السفينة في البحر واشتد بهم الأمر واضطربت بهم السفينة أخلصوا لربهم الدعاء، فعند ذلك ينجيهم جل وعلا من الغرق ويخرجهم من الشدائد إذا دعوه مخلصين صادقين. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، ذهبت معبوداتكم وآلهتكم وأصنامكم وأوثانكم التي كنتم تعبدونها في وقت الرخاء، فإذا جاءت الشدة تركتم هذه المعبودات وصرتم تدعون الواحد القهار. عباد الله استمعوا رحمكم الله إلى قصة هؤلاء الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فدعوا ربهم بصالح أعمالهم، دعوا دعاء المضطرين فانفرجت عنهم الصخرة ونجوا من هذا الهلاك المحقق بسبب الإخلاص. استمعوا رحمكم الله إلى قصة هؤلاء الثلاثة من بني إسرائيل، فإن فيها عبرة وفيها مواعظ، ولا سيما في وقتنا هذا الذي اشتدت فيه على المسلمين الأزمات والكوارث، فإن في ذلك عبرة ينبغي أن نعتبر وأن نتعظ وأن نتذكر وأن ننتبه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم
حتى آواهم المبيت إلى غار. المبيت النوم ليلا يسمى المبيت. آواهم المبيت يعني أدركهم الليل وهم في البرية فدخلوا في ذلك الغار. ولحكمة أرادها مولانا جل وعلا وهو أحكم الحاكمين انطبقت ونزلت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار. فمن يعلم بحالهم؟ وفي رواية أخرى يقول نزل الحجر وعفى الأثر، نزل المطر وعفى الأثر ووقع الحجر، ولا يعلم بمكانكم إلا الله. من يعلم أن هؤلاء الثلاثة في الغار؟ لا هناك من يرشد، لا هناك تلفونات، ولا هناك برقيات، ولا هناك إلى آخره. من يعلم بهم وقد عفى أثرهم وانقطع خبرهم ونزل المطر الذي أذهب أغثار أقدامهم على الأرض، ولا يعلم بمكانهم إلا الله جل وعلا. يقول انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار، فدخلوا فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. المراد الصلاح لا الكثرة. قال الفضيل رحمه الله في قوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. فالخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على وفق شرع الله جل وعلا وعلى سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. فالإخلاص هو سبب الخلاص، لا ينجي إلا الإخلاص. فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبط قبلهما، فنابي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرت أن أغبط قبلهما أهلا أو مالا. البر بالوالدين. اسمع يا أخي، البر بالوالدين وما يسببه بر الوالدين من تفريج الكربات والشدائد والأزمات، ولكن نشكو إلى الله كثرة العقوق في هذا الزمان وهي من أشراط الساعة. ولهذا ورد في الحديث الذي رواه الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. انتبهوا أيها الإخوان، هذه 15. قيل ما هن يا رسول الله؟ قال إذا كانت الزكاة مغرما والأمانة مغنما والفيء دولا وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وجفاء أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الأمة أولها. ماذا يحصل؟ ماذا يكون؟ ماذا يقع؟ ماذا ينزل؟ اسمع يا أخي، يقول عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وخسفا ومسخا وزلزلة، وآيات تتتابع
كنظام بال قطع سلكه فتتابع. والشاهد قوله عق الرجل أمه، وقد حصل عقوق الآباء والأمهات من كثير من الأبناء هداهم الله وأصلحهم الله وردهم إلى الصواب. فكرت أن أغبق قبلهما آل نوم آل، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر. كل الليل قائم على رأسيهما، والصبية أولاده الصغار يتصايحون ويتضاغون عند قدميه جائعين، ومع ذلك لم يعطهم شيء، إنما قام لينتظر أبويه حتى يستيقظا. فلما استيقظ وبرق الفجر يعني طلع الصبح، سقاهما غبوقهما. فعل ذلك لأجل من؟ من أجل الله، ابتغاء وجه الله، فنفعه ذلك. فانفرج ثلث الصخر، ارتفع بقدرة الواحد القهار الذي رفع هذه السماء التي تشاهدونها بغير عمد، ارتفع ثلث الصخرة بسبب هذا الدعاء الخالص الصالح، لكنهم لا يستطيعون الخروج منها. زاد باب الرواة، والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منها. وهذا دليل على فضل بر الوالدين والإحسان إليهما وخدمتهما والشفقة عليهما، وفي دليل أيضا على جواز التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآخر، اللهم كانت لي ابنة عم أحب الناس إلي فأردتها عن نفسي، فامتنعت مني حتى ألمت مياسنة من السنين، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسي، ففعلت حتى إذا قدرت علي قالت، لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه. يقول لما قدرت عليها وتمكنت منها، اسمع الموعظة العظيمة البليغة، قالت لا يحل لك، لا يجوز لك، ولا يصح لك، ولا يباح لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، يعني بالعقد الشرعي. لا يحل لك، لا يجوز لك. لو تفكر من يرتكبون الفواحش بذلك لانزجروا وتابوا، وتذكروا قيامهم بين يدي الله، وتذكروا ما تجر عليهم هذه الفاحشة الخبيثة. لا يحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه، بالملاك، بالعقد الشرعي، بولي أمرها وبالشهود المعتبرين. يقول عند ذلك فتحرجت من الوقوع عليها، انتهيت وتركتها وقمت خوفا من الله وابتغاء وجه الله. ولم يقم كراهية لها ولا بغضا لها، وإنما قام من محبة الله ومن خوف الله ورجاء وجه ربه الكريم جل وعلا، ابتغاء وجه ربه الكريم. إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم.
فسينال الأجر العظيم والثواب الكبير يوم أن يقف أمام الكبير المتعال. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فعلى من دعته نفسه إلى فعل معصية من المعاصي أن يذكرها عظمة الله وجلال الله وكبرياء الله. فانصرفت عنا ويا أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها. ثم بعد ذلك ترك الذهب 120 التي سلمها لها أيضا تركها ابتغاء وجه ربه جل وعلا. وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها، يعني انفرج الثلث الثاني ولكنهم مع ذلك لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرتهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله لا تستهزي بي. فقلت إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فساقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه فضل الأمانة. لو أراد أعطاه شاة أو بقرة أو ناقة ثم انصرف، لكنه أعطاه حقه كاملا غير منقوص ابتغاء وجه الكريم جل وعلا. وهذا دليل على فضل الصدق والإخلاص والأمانة والعفاف. فانفرجت الصخرة كلها بإذن الواحد القهار فخرجوا يمشون بسبب الإخلاص. فيا إخواني أخلصوا لربكم الدعاء، ولا سيما في هذا الوقت. ادعوا الله على من أراد أن يمزق شمل المسلمين ويشتت المسلمين. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن رحمه الله قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا مغلق، وكان تاجرا يتاجر بمال الله ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا. فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له ضع متاعك فإني قاتلك. قال فشانك والمال؟ قال أما المال فلي ولست أريد إلا دمك. قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. اتق شر من أحسنت إليه، اتق شر من أحسنت إليه. حمل هذا اللص، ثم إن هذا اللص اغتصب ماله وأراد قتله. اتق شر من أحسنت إليه. وهذه حكمة عظيمة. قال أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال صل ما بدا لك. هكذا الصلاة، فوائد الصلاة. أصلي 4 ركعات ليتوب ويدعو ربه ويتضرع بين يدي ربه ويخشع. قال صل ما بدا لك، لأنه في مكان منعزل لا يمر به أحد، فإذا صلى سوف يقتله. لكن هناك الحي الذي لا يموت
الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يقول للشيء كن فيكون. قال صل ما بدا لك، فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملا أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني 3 مرات. وهذا دعاء عظيم جدا. إذا اشتدت بك الأمور وضاقت عليك فقل هذا الدعاء: يا ودود يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر كذا وكذا، أو تدفع عني شر كذا وكذا. لكن تقول بإخلاص وخشوع وخضوع، فإن الإخلاص والخشوع والخضوع هو سبب لإجابة الدعاء، كما قال الله عز وجل لما ذكر أنبياءه واستجابة دعواتهم، يقول جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يقول جل وعلا: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. وش السبب؟ ما هي العلة؟ اسمع يا أخي السبب: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الخيرات، يسارعون إلى طاعة الله، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. فادعوا الله بإخلاص وخشوع، راغبين راهبين، لعله جل وعلا أن يعطيكم ما تطلبون. فإذا هو بفارس أقبل بيدي حربه، قد وضعها بين أذني فرسه، فلما بصر باللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقال: من أنت بأبي وأمي؟ فقد غاثني الله بك اليوم. هذا التوحيد. ما قال غثا، قال: أغاثني الله بك اليوم. اليوم هذا من أنت أيها الفارس؟ فقال: أنا ملك من آل السماء الرابعة، دعوت بالسماء قاقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لآل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. قال الحسن رحمه الله: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروب، يعني قد أصابته كربة وشدة، أو غير مكروب إذا دعا بهذا الدعاء. فينبغي أن نتعلم هذا الدعاء وأن نفهم هذا الدعاء.
شعرا: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرا وعند الله منها المخرج كونت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظنها لا تفرج. ويقول الشاعر الآخر: يا من يجيب دعى المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، قد نام وفدك حول البيت وانتبهوا، وأنت يا حي يا قيوم لم تنم. أدعوك ربي حزينا راجيا فرجا، فارحم بكائي إله البيت والحرم. التي وقعت منذ 70 أو 65 سنة في بريدة. اسمع هذه القصة. في رجل فلاح كان يستدين من الأغنياء وله مزرعة، في حصل سنين جدب لم ينزل في تلك السنين مطر من السماء فأجدبت الأرض وقل ماء مزرعته وضعفت سانيته وجاع أهله وضيق عليه الدائنون وضاقت عليه الأرض بما رحبت، فماذا يصنع؟ الأولاد جائعون والزوجة جائعة تريد ثياب ملابس، تريد أكل، والبهائم تريد أكل، والدائنون يريدون دراهم، فماذا يصنع؟ توضأ يوما من الأيام وأنشأ قصيدة نبطية وخرج إلى البرية بأولاده الصغار وأهله وبهائمه وصلى صلاة الاستسقاء ودعا ربه دعوة المضطر، فأنشأ الله سحابة على مزرعته فهطل على إثرها مطر فلم يتجاوز مزرعته، بل هذا المطر كان خاصا بالمزرعة، بعد ذلك صار من الأغنياء، دعا ربه دعوة المضطر. وهذا وقع منذ 65 سنة أو 70 سنة. عباد الله ادعوا الله، فكم من دعوة رفع الله بها المكاره وأنواع المظهر وجنب بها الخيرات والبركات والمسار، وكم تضرع إليه تائب فتاب عليه وغفر له الخطايا والأوزار، وكم دعاه مضطر فكشف عنه السوء وأزال الاضطرار، وكم لجا إليه مستغيث فأغاثه بخيره المدرار. فمن وفق لكثرة الدعاء بشروطه، لابد من شروط للدعاء، الدعاء له شروط كثيرة، له آداب إن شاء الله لا سنتعرض لها في ليلة من الليالي. بعض الناس يدعو ولا يستجاب له، فيقول: لماذا لا يستجاب له؟ لا يا أخي، هناك آداب وهناك شروط وهناك أوقات وهناك موانع، لا بد إن شاء الله أن نذكر هذه الآداب والشروط والموانع ليكون الداعي على بينة وبصيرة ولا يستعجل بالإجابة. فمن وفق لكثرة الدعاء بشروطه فليبشر بقرب الإجابة، لقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لكن متى يستجيب؟ فليستجيبوا لي، لابد من استجابة لله أولا، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، لابد من استجابة لله عز وجل وتصديق حتى يستجيب. ولهذا ورد في الحديث: إن الله يحب الملحين في الدعاء. وورد في الحديث الآخر: من لم يسأل الله يغضب عليه. ويقول الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله
وبني آدم حين يسأل يغضب. فيا إخوان ادعوا الله في هذه الأيام، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، أخلصوا الدعاء لمولاكم جل وعلا، فإنه لا يعجزه شيء جل وعلا. فقد كثرت الفتن والمحن في آخر الزمان، ولا مخرج منها إلا باللجوء إلى الله والضراعة والمسارعة إلى طاعته. اللهم ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، وشتت شمله، وفرق أنصاره، واهتك أسراره، وعجل دماره. اللهم شدد عليه عند الموت السكرات، اللهم شدد عليه عند الموت السكرات والحسرات والروعات والكربات، كما قتل الأبرياء وسفك الدماء وأيتم الأطفال وأرمل النساء. اللهم أيتم أطفاله وأرمل نساءه يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح إمام المسلمين، وارزق جلساء الصالحين الناصحين يا ذا الجلال والإكرام. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بوقاية أنفسنا وأهلينا من النار، أحمده سبحانه وأشكره على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العزيز الغفار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وأطيعوه، واعلموا رحمكم الله تعالى أن تربية الأولاد تربية إسلامية من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، لأنهم أمانات عندكم، وسوف تسألون عن هذه الأمانات يوم القيامة بين يدي الله عز وجل. وقد أمركم ربكم بوقايتهم من النار التي وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. عباد الله، مروا أولادكم ومن تحت رعايتكم بالصلاة. عباد الله، مروا أولادكم ومن تحت رعايتكم بالصلاة التي هي أعظم الواجبات وآكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. قال تعالى: وأمرانك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يرفعه: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وغيره. أيها الآباء، أيها الأولياء، إنكم مسؤولون عن أهلكم وأولادكم ومن تحت رعايتكم أمام جبار السماوات والأرض
في يوم عظيم طويل وموقف رهيب، فماذا تقولون وبماذا تجيبون؟ يا من ضيعتم الواجبات، يا من ضيعتم الواجبات وأهملتم الودائع وخنتم الأمانات. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمسة غضب الله عليهم، إن شاء أمضى غضبه عليهم في الدنيا، وإلا أمر بهم في الآخرة إلى النار. فذكرهم إلى أن قال: ورجل لا يأمر أهله، ورجل لا يأمر أهله وولده بطاعة الله، ولا يعلمهم أمر دينهم. فيا عباد الله، حببوا إلى أولادكم الصلاة وفعل الطاعات، حببوا إليهم قراءة القرآن، حببوا إليهم قراءة القرآن والتمسك بسنة محمد عليه الصلاة والسلام. حذروهم رحمكم الله وأقر الله عيونكم بصلاحهم. حذروهم من جلساء السوء الذين يحببون إليهم الفسوق والعصيان ويزهدونهم في الصلاة وفعل الخيرات وبر الوالدين، ويرغبونهم في شرب المسكرات والمخدرات والمفترات وسماع المعازف والمزامير والقينات ولعب القمار والعكوف على مطالعة المجلات الخبيثة والصحف الخليعة والكتب الإلحادية التي تفسد العقائد والأخلاق والقلوب والعقول والآراء والأفكار، وتدعو إلى ارتكاب أنواع الفواحش والجرائم والسيئات، وتزهدهم بالتمسك بدين الإسلام وتعاليمه وآدابه وأخلاقه ونظامه. عباد الله، لا تهملوا أولادكم، هداكم الله وأقر الله أعينكم بصلاحهم وبرهم واستقامتهم. لا تتركوهم مع قرناء السوء وأصحاب الفسق والعصيان، خذوهم معكم إلى المساجد، خذوهم معكم إلى المساجد وحلق الذكر ومجالس الوعظ. علموهم القرآن الكريم والسنة المحمدية والعلوم النافعة المفيدة الإسلامية، ولا تهملوهم وفقكم الله، ولا تهملوهم وفقكم الله، فإنكم في زمان كثرت فيه وسائل الشر والفساد، وانتشرت فيه الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، وأصبح القابض على دينه كالقابض على الجمر أو خبط الشوك، في زمان أصبح فيه كثير من الفسقة والعصاة يرتكبون المعاصي والمنكرات مجاهرة في الشوارع والطرقات، في زمان أصبحت فيه كثير من النساء يمشين بين الرجال متبرجات مائلات مميلات فاتنات مفتونات كاسيات عاريات، في زمان أضاع كثير من المسلمين الصلاة، في زمان أضاع كثير من المسلمين الصلاة واتبعوا الشهوات وشربوا المسكرات والمخدرات والمفترات، في زمان أقبل فيه كثير من الناس على الدنيا وحطامها الفاني وضيعوا الدين والواجبات، في زمان ظهر فيه الربا
وانتشرت آلات اللهو والغناء وكثرت الخيانة وقلت الأمانة والأمناء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيا عباد الله مروا أولادكم ومن تحت رعايتكم بطاعة الله وحذروهم من معصيته ولاحظوهم وافعلوا الأسباب لهدايتهم والتوفيق بيد الله عز وجل. وفي الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وروى ابن ماجه أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم أيها المسلمون لقد عظم الشر والبلاء بسبب إهمال الأولاد وذلك أصل وأساس لفسادهم وانحرافهم. فانظروا هل ترون أحدا منهم يصلي في المساجد إلا القليل النادر وبعضهم لا يصلي أصلا. ومن ترك الصلاة المفروضة بعد علمه بوجوبها فهو كافر. فاجتهدوا رحمكم الله في تقويمهم وإصلاحهم وفعل الأسباب التي تعود إلى تذيبهم وفلاحهم فالقيام بهذا أجره عظيم ومصالحه كثيرة والإهمال إثمه كبير ومفاسده جسيمة. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وجنبنا المعاصي والمنكرات يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح إمام المسلمين وارزق الجلساء الصالحين الناصحين يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمر لك من الصلاة واصطبر عليا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والآن نعيش هذه الدقائق مع جزء من إحدى إصدارات مؤسسة أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر للشاربين وأنهار من عسل
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى. الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد أن تلتقي معكم على طريق الحق في الشريط القادم. نفعنا الله وإياكم بما نسمع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.